وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين أكد تميز المملكة وريادتها في المنطقة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. البحرين خطت يعني خطوات كبيرة من ناحية غسيل الأموال، وهي كانت من أوائل الدول الخليجية التي وضعت إجراءات خاصة بغسيل الأموال، وكيف النظم يجب أن تكون هناك نظم معينة أصدرها البنك المركزي، والبنك المركزي كذلك أصدر تشريعات وأصدر كذلك طرق لمساعدة البنوك على تجاوز مشاكل غسيل الأموال التي تحدث في البحرين، خاصة أن البحرين يعني يعتبر المركز المالي للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط.